منتصف الليل بتوقيت الجزائر النشرة الأخيرة، أهلا بكم مشاهدينا وإليكم أبرز العناوين. الفريق السعيد شنقريحة يؤكد حرص القيادة العليا للجيش على إيلاء أهمية قصوى لمسألة تأمين الحدود، ويبرز عزم الجزائريين على دحر المخططات المعادية خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة ببشار. التأكيد على أهمية القيم التربوية والأخلاقية في بناء الجزائر الجديدة، ودعوة المؤسسات الدينية إلى توسيع برامجها بما يسهم في خدمة الأجيال الناشئة خلال لقاء جهوي للجمعيات الدينية بورقلة. انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا قبل نهاية الشهر الجاري، وتخصيص 8000 مركز للتلقيح إلى جانب وحدات متنقلة بالمناطق المعزولة. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بداية إذن، ومواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، قام أمس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة قام بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. التفاصيل في هذا التقرير لنادية علمية. استهلت الزيارة من القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف. فبعدما رسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، ترأس السيد الفريق لقاء توجيهيا حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي، حيث ألقى كلمة تابعها أفراد جميع قطاعات ووحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أكد فيها على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إيلاء أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية وفقا لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته ليكون قادرا على رفع كافة التحديات. وعليه فلقد حرصنا في الجيش الوطني الشعبي تجسيدا للرؤية المتبصرة والتوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي نأمل أن يعود إلى أرض الوطن في الأيام القليلة القادمة سالما معافى لمواصلة مع كافة المواطنين المخلصين مشوار بناء الجزائر الجديدة. قلت حرصنا على إيلاء أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية وفقا لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الظروف المتردية التي تتسم بها منطقتنا من خلال تشديد الخناق بشكل متواصل على العصابات الإجرامية وقطع دابرها بكيفية تقي بلادنا كل المخاطر والتهديدات وتحمي أرضها وشعبها من أي مصدر من مصادر التهديد مختلفة الأوجه والمتعددة الأبعاد. وإننا نسعى من وراء هذا الحرص المخلص والمتفاني إلى مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحسين
وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلات ومكونات ليكون قادراً على رفع كافة التحديات. أقول كافة التحديات مهما كانت طبيعتها، وخدمة لمصالح الجزائر العليا وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، العاقدين العزم على دحر كافة المخططات المعادية التي فشلت في الأمس القريب فشلاً ذريعاً في توظيف جرثومة الإرهاب وجعله وسيلة أخرى من الوسائل الدنية والهدامة لتحقيق الأهداف المشبوهة والمغرضة. وستفشل هذه المحاولات اليوم وغداً في كافة مناوراتها الخسيسة. السيد الفريق أكد كذلك أن النهج الوطني الأصيل الذي يعمل الجيش الوطني الشعبي من خلاله بكل إخلاص وتفان حتى يكون خير خلف لخير سلف، ويكون حارسا أمينا وحاميا وفيا لهذه الأرض الطيبة، هو في حد ذاته تشريف ما بعده تشريف للجيش الوطني الشعبي. كما أؤكد بهذه المناسبة أن النهج الوطني الأصيل الذي يعمل الجيش الوطني الشعبي من خلاله بكل إخلاص وتفاني حتى يكون خير خلف لخير سلف، ويكون حارسا أمينا وحاميا وفيا لهذه الأرض الطيبة التي تستحق من جيشنا بأن يحمي كافة ربوعها ويرابط ليل النهار على مشارف كافة حدودها الوطنية المديدة. قلت اتخاذ هذا المنهج السديد هو في حد ذاته تشريف ما بعد تشريف للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني الذي لا ينسى أبداً وهو يقوم بواجبه الوطني نحو شعبه وبلاده بأن يستحضر ماضي الجزائر الزاخر بالبطولات ويستلهم منه بواعث قوة الإرادة ومحفزات الإصرار العازم على مواصلة القيام به الواجب الوطني المقدس. إثر ذلك قام السيد الفريق بتفقد عدد من الوحدات القتالية المرابطة على الحدود، وأسدى جملة من التعليمات والتوجيهات لقادتها ومستخدميها ترمي إلى مضاعفة الحيطة والحذر للتصدي لكافة الآفات والمخاطر. نعول عليكم، طاولوا زيد فوالا، نعول عليكم بتكوينكم بتدريبكم. جاهزين سيادة الفريق. صحيتو صحيت، ما عندي حتى شك، على بالي باللي جاهزين. نشوفكم بخير ان شاء الله، ان شاء الله وربي يوفقكم وربي يطول اعماركم ان شاء الله. امين. نحن في اتم الاستعداد والجاهزيه الدائمه لخوض غمار جميع المعارك مهما كانت طبيعتها وفي كل الظروف، خاصة في ظل التحضير القتالي النوعي والمستمر. هذه الزيارة التفقدية واللي نعتبروها دافع معنوي كبير لنا باش نقوموا بالواجب تاعنا كما لازم الحال. نطمنوا الشعب الجزائري باللي الجيش الوطني الشعبي ساهر على أمنكم وسلامتكم ليل ونهار. أكد وسط الجمهورية كريم يونس على دور هيئة الوساطة في الاهتمام بانشغالات المواطن، مبرزا في منتدى الحوار على مبرزا الأهداف التي ترتكز عليها في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة باعتبارها هيئة مستقلة، مضيفا أنها ساهمت منذ تنصيبها في حل قضايا كبرى لفائدة المواطن.
عرائض المواطنين ونقوم باستقبال يومي لهم والإصغاء لمشاكلهم والتكفل بهم، بحيث تمت إلى يومنا إلى نهاية ديسمبر 8797 عريضة، واستقبلنا 2824 شخص من خلال تنظيم 2023 جلسة استماع. ومن ورقلة، دعا أمس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر، دعا المؤسسات الدينية إلى توسيع برامجها بما يسهم في خدمة الأجيال الناشئة. جاء هذا خلال لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني وشيوخ الزوايا بالولاية. والتفاصيل مع مصطفى هتهت. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر، وخلال لقائه بشيوخ الزوايا وممثلي المدارس القرآنية والجمعيات الدينية بورقلة، أبرز المكانة التي تحظى بها هذه الجمعيات، مذكرا بأهم المحاور في مشروع تنظيمها وتطويرها والمرتكز على أهميتها وبرامجها ومهامها. وكان اللقاء فرصة للاستماع لانشغالات القائمين عليها واقتراحاتهم لإثراء هذا المشروع. إن الكلام عن الجمعيات الدينية أو مشروع الجمعيات الدينية أو مهام الجمعيات الدينية التي أراده السيد رئيس الجمهورية، أن الجمعيات الدينية كما نتصورها هي همة واهتمام، فالقائمون على الجمعيات الدينية سواء كانت مدارس قرآنية أو جمعيات خيرية أو طرائق صوفية أو حلقات تربوية أو أنشطة ولو كانت مرحلية أو آنية تجمع الشمل، فينبغي للقائمين عليها أن تكون همتهم عالية. كما زار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية مدرستين للتعليم القرآني تستقبل كل الفئات من الطلبة، اطلع خلالها على طريقة ومناهج التدريس الحديثة، ومثمنا جهودهم في حماية قيم المجتمع ونشر العلم والتربية. في موضوع آخر، أشرف أمس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار بالمدية على إطلاق شبكة الربط بالألياف البصرية بتقنية التدفق عالي السرعة، ولدى وقوفه على عمل بعض المراكز البريدية بالولاية، شدد الوزير على ضرورة ضمان خدمة ذات جودة للمواطن وعلى ضرورة ضمان التغطية لمناطق الظل. كما أطلق بالمناسبة مشروع المتعامل النقدي المعتمد كوسيلة لدمج المؤسسات الناشئة أو المؤسسات المصغرة. المناسبة كانت أيضا لإحياء الذكرى 41 لتأسيس اتحاد البريد الإفريقي. في التعاون وترسيخا لقيم الصداقة والأخوة مع الدول الشقيقة والصديقة، تتوجه اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط بعثة طبية جزائرية ثانية تضم خبراء في الصحة لتقديم الدعم لهذا البلد الشقيق، أو مساعدة وزارة الصحة الموريتانية على إنشاء وحدة صيدلانية مركزية لتوزيع الأدوية. صحيا دائما، أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دكتور جمال فرار، أكد أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ قبل نهاية الشهر الجاري، وهو تلقيح اختياري يمس في البداية العاملين بقطاع الصحة والأسلاك الأمنية وكذا كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وأن الوزارة خصصت 8000 مركز للتلقيح إلى جانب وحدات متنقلة بالمناطق المعزولة. وإن شاء الله لا فاكسيناسيون تكوماسي في جانفي. رئيس الجمهورية ناد بلي لازم تخدم لا فاكسيناسيون مو جانفي، وما يوطد يعني الفاكسين تنخدم إن شاء الله مو جانفي. نكون ناد بلي الكوميتي سانتيفيك يخدم يعني من هو هذه فاكسين مزورة، يعني سي بيرسونيل دو سونتي اللي كلينو كونتاكت افيك لي مالاد اي سون دونجي اي واشو يفو لي بروتيجي pour qu'ils protègent les autres et les malades. Ensuite, les personnes exerçant une activité sensible, les services de sécurité, qui s'occupent de la sécurité du pays. Ensuite, les 65 ans,
ومن بعد ديرين العيب هذيك الساعه الهلاك الهلاكات المرض الكرونيك. من بعد سي توت لا بوبيلاسيون ا بارتير دو 18 ans كي فا لازم استفاد ان شاء الله. سي ان فونكسيون دو لا استراتيجي نكون هياد لي سونتر 8000 اكن حتى 8000 لي سونتر يسعان يقول فن خدمن لا فاكسيناسيون. ولكن ما الا نزرع بلي وشاطنا راه نزمر ذا هاد النهاية دوتر ستركتور لي زوبيتو نزمر نخدم لا فاكسيناسيون تاع دونك سيت هيدنا سيت ان بلان كي فليكسيبل موديولابل اون بو نزمر نرنو دوتر ستركتور بور بوفوار فاكسيني اليس ان فونكسيون دي بوبولاسيون نزرع كي سون اليجيبل لا فاكسيناسيون. ونتابع الآن مع الدكتور جمال فرار تطورات الوضعية الوبائية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. بعد تسجيل 222 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 21 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 19 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات و 8 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. أما فيما يخص الوفيات التي سجلناها خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 5 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 282 مريض. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة لحد اليوم العدد تاعهم 70,554 منهم 181 تماثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 32 مريض في العناية المركزة. اختيرت جامعة قصد مرباح بورقلة من بين 3 جامعات على المستوى الوطني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتطبيق برنامج أفق الهادف إلى دعم الجامعات في تقديم عروض تكوين تواكب احتياجات سوق العمل والحرص على تلقين الطلبة معارف تيسر لهم سبل الإدماج المهني في عالم الشغل. في ذكرى استشهاد البطل ديدوش مراد تم أمس ببيت الشهيد بالمرادية بالعاصمة تكريم عائلته من قبل قدام الكشافة الجزائرية ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق في لفتة تهدف إلى التذكير بأبطال الثورة الجزائرية وترسيخ الروح الوطنية لدى الشباب. في أخبار العدالة أجل أمس مجلس قضاء العاصمة إلى تاريخ 31 جانفي الجاري الاستئناف في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية جي بي فارما التي تبع فيها الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ووزراء آخرون وذلك استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين. وكانت محكمة سيد محمد أصدرت نهاية نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين ويحيى وسلال، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة في هذه القضية. وتبع ويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعها. عرض قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا حصيلة النشاطات لمختلف وحدات المجموعة في مختلف التخصصات. ومن جهتها وبورغلا نظمت مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي ندوة صحفية قدمت خلالها الحصيلة السنوية ل 2020 لمصالح الأمن الوطني. في ملف الصحراء الغربية قال السفير الصحراوي لدى جنوب إفريقيا محمد يسلم بيست أن البيان المشترك بين الجزائر وجنوب إفريقيا جاء في سياق ما طالب به الاتحاد الإفريقي حول ضرورة توفير الشروط الأدنى المتمثلة في التوصية 690 وتنظيم الاستفتاء لحل نزاع الصحراء الغربية. وأكد بيست في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن النزاع القائم في الصحراء الغربية إنما هو نزاع من أجل تقرير المصير وتصفية الاستعمار. من جهة أخرى ذكرت
ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس الأمن الدولي عمم مقترحات الاتحاد الإفريقي لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية الذي تدهور بشكل خطير بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره. في الولايات المتحدة الأمريكية تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن قبيل حفل تنصيبه الأربعاء المقبل تعهد باتخاذ سلسلة قرارات جديدة تنأى تماما عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب. وكان جو بايدن قد فرغ من تشكيل فريقه الدبلوماسي وأعضاء مجلس الأمن القومي بشخصيات سياسية أغلبها من عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. هذا وكثفت واشنطن والولايات الرئيسة 50 من الإجراءات الأمنية رافعة مستوى التأهب بنشر الآلاف من أفراد الحرس الجمهوري لتأمين مراسم تنصيب بايدن. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة، السلام عليكم.